استنى شوية لحد ما المية تكون تتظبط يعني، مستمر يعني. ربنا يسهل كده نصور لكم نشوف الدنيا النهارده بس على ايه ونصور لكم. دي منشوس اهو طالع على الميه يا مسهل، بيدخل على سبيت ولا حاجه، مسرته بيجي هنا من الجناب كده، بيدخل من اليمين ومن الشمال. احاول ارمي برضه عليها بحيث ان لو في حاجه غلطه ولا حاجه نوقعها يعني. المنظر ان شاء الله جميل طبعا، لو في ساليه الواحد ياخد منهم شويه بس مخالفه يعني، مخالفه وغرامه كبيره كمان. واخدين بالكم يا جماعه؟ ان شاء الله واضح خالص، ان شاء الله السير كبير سريع، بس كده راح نخش شويه يطعم بيهم يستخدمهم من صليتي. يلا خير. رميت عليه الصنارة، احاول اخد واحدة صنارة قطار. اول حبه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مزيزي. طبعا مزيزي ده تصغير للصبيتي، صبيتي طبعا اكبر بس مزيزي بيبقى اصغر. يا مسح ان شاء الله ربنا يكرم النهارده كمان. يا ترى مين اللي هيخلص؟ نشوف. الفيديو طلعت بالاصغر صنارة، سبحان الله. يعني عايز اقول لكم ان الصنارة الصغيرة دي كمان انا كنت الاقيها في البحر يعني. الحمد لله ما شاء الله المد عالي، المية عالية خالص النهارده. نشوف كده لو طلعت معانا حتة خرمان ولا حاجة نقطعها ونرميها، نبدع الراس يعني ونرميها. ممكن ناخد بقى باركود ولا حاجة، الباركود بيمشي في المية دي، شد المية من السريعة أو الأول يعني. ربنا يستر، ربنا يستر. في واحدة بتلعب شوية تقريبا، دي الرياح بس ما تشدش أبدا يعني كده، مش هيك عليك. الهوا جديد خالص. الصيادين ما شاء الله بدأوا يترددوا يعني كتير، لما كان ما عشان الناس راحت تسافر على المكان، المكان في مصر حتة مش عارف ده مطعم تقريبا حاجة زي كده. طلعت السبيت من المكان، نكمل بقية اليوم إن شاء الله يعني لحد المغرب كده، وبعد المغرب بشوية لو شغالة شغالة مكملين، مش شغالة
الله نفسه النهارده وخايف حتى كده. يلا نشوف بقية اليوم كده. سلام. الهوا شديد جدا عارف، معلش بعتذر على الصوت. ايه بتنصر يا اسطى؟